بكل الود بكل الحب نتواصل وتتواصل جولاتنا اليوم. نجي لسان جيرمان ولا الزهرة، خليني مش لازم نحكي على برشا تاريخ، لكن فقط وقت اللي تشوف تاريخ الزهرة تعرف اللي هي فيها واحدة من أقدم المجالس البلدية في تونس، اللي هو من عام 1908 بلدية الزهرة هي متواجدة. وللأسف كيف نجيو للسوق هذه، السوق الأسبوعية نتاعها اللي هي تنتصب نهار الخميس، نلقاو الدنيا تراب لهنا، وكان شفتوا نهار اللي تصب الشتاء تلقى روحك ما تنجمش تخدم لهنا، ما تنجمش تدخل، ما تنجمش تصور، وما ينجمش هو يخدم لهنا، وحتى الإقبال يقل بصفة كبيرة لهنا. الزهرة كما قلت بلدية من عام 1908. الزهرة في سوقها الأسبوعية هذه تتميز بوجود الفريب، من أكبر الفريب في تونس هي لهنا في الزهرة، كما في حي الزهور ديجا، وكله نلقاو عليها زادة إقبال، يظهر لي الإقبال على الفريب يفوق الإقبال على الخضرة. دونك هكاك ناخذوا قبل ما نبداو، ولا قبل ما نبداو بالحق فعليا الجولة نتاعنا، خليني نحيي الفريق اللي يخدم معايا، عربي العياري قاعد يأمن في الصور هذية ويعطيه الصحة، على خاطر اليوم نخدموا بكاميرا بي دو الكبيرة، ومعانا طارق الدالي هو ريجيسور ويفركس، يحب يدخل للفريب من قبيله، هو يحب يهرب يمشي للفريب، عربي ما خلاهش. نقول ديريكت انا راهو الله يعينك. قداش الرباع معلم؟ 12% الرباع عربي توا هذا؟ عربي عربي ويتكلم بالعربي؟ يتكلم بالانجليز؟ اوه ما لذا عربي مشى مهاجر مهاجر، رد بالك الراجل، اهلا بيك الله يعينك عايشك. كيفاش؟ الدنيا رخصت تمنى. انا ما قلتش، انا قلت انت قلت الراجل قال لي فوا دو. اهلا بيك يا خويا. شنو احوال الاسعار؟ الحمد لله الاسعار ماهيش هي ولا بالحق ولا ماهيش هي، كاسحه كاسحه شوي برشا للزوالي كلال عصا ربي ياتي. وكم قداش الجلبانه؟ دينار و800. يقول لهم نحي اللبانه وذوق الجلبانه هكاك، هو هكاك تحب تبيع انت ما تغنيش عليها؟ يغني عليه برا حتى يفطر ويعمل كسر، يعمل لنا مشروع، تاخذ لهم جلبانة. اي ربي ما اي كاو سلام معلم الله يعينك. نهارك مبروك. شنو احوال هالكروسه اليوم؟ الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله هانية أمورها سوامها الحمد لله الحمد لله. الدقلة ب6000، الدقلة ب6000، هز كعبة مش أنا مش أنا مش أنا لا لا أنا هما يذوقوا. 6000 يبارك في ترابك يا تونس، يبارك في ترابك. هاي سي العربي ذوق أنت. طارق الدالي تفضل ذوق، خذ الطماطم. شنو ب700 كيلو طماطم لهنا؟ أسوام خيالية؟ خذ بالله ب700 الحار ب2000 2000 سيسرش. اي البروكولين هذا، اي صور له البروكولين يا عربي. اهو اهو بقداش البروكولين؟ الكيلو ب4000. حط غادي حط غادي. صباح الخير. 6000 الدقلة قال لك. هاني مو تعرف هذيك، نقرب لك تولي فلو شويه. سايس روحك. اي قال له هذيك تقله هي، ورد بالك الحديد وراك لاين. هاي حاضره باش السفنيريا ترحي وتحط. وكان جمعنا وليد بن سيبره وشرا كيلو تويك يموت على السفنيريا وامك حوريه الله يعينك. سافا معلم عربي، خلينا نركزوا مع الخضره نتاع الوقت هذا. قد ايه البصل غادي؟ بالربطه والسفناريه 500 ربطه. اي خلينا نصوروا حاجات هذوما عربي، خاطر كي باش نصور ولد القمره اهلا بيك اهلا بيك اللهم استعان. عايشك عايشك امجو امجو اي امجو الله يعينك. شباب قداش الجلبان؟ 18 والقناريه 12 مش حاط البلاك. ها هو امين يا ربي امين امين. حط لهم بلاكه، حط لهم بالحق، حط لهم بلاكه. انت تبيع بسوم معناتها بعيد على الاسوام اللي مستانسين نلقاوها، حط بلاكه باش الناس تعرف، ما يقعدش كل واحد يسال فيك وحده. الله يعينك اخوي عايشك الله يرحم والديك. عايشك
باهي عربي سايس روح، هات عليك الكابل، هات عليك، سايب 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 وامشي واقصد ربي هكاكا واحدة واحدة. صور صور هاكا التومسون بلفين والشامي. خذوا منا الشامي. الشامي بدينار و500. فهمت؟ اي صحيت هكاكا هكاكا. خاطر حتى التومسون بدا يخرف نقولوا احنا. بدا يخرف. سوام الفلاح هذه. هذه سوام الفلاح. في منزل بوزلف. في منزل بوزلف البارح ب 2000 فرنك التومسون. التومسون. احنا نبيعوا فيه للوكيل ب 2000. هي ما توا راهو بدا هكا هو هكا هو بدا يودع صحيح. صحيح. ولا هكا قال لك كلمة قال لك طاح الفريز هكا هو. سلام. أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك. الشامي الماكلة هذاك هو. هلا حاجة. نهارك دقلة وحليب. إي. ربي يستر. إي. عايشك عايشك. عربي ما تنساش الفريب ما تنساش الفريب. خلي ديما ياخذوا فكرة على الفريب الناس. راهو ثم برشا ناس مغرومة ياسر بالفريب ويعرفوا ياخذوا فكرة لهنا. ماناش نعملوا في البيبليسيتي احنا. أكل بطاطا ب 12% غادي. شنو حكاية الطماطم؟ مش هي مش هي ريتها خضرا و... نمشي وها هي الطماطم. أيواش قال لك هاو الحار اللي ناحية الدمار زعما ناحية الدمار. الحار ناحية الدمار يا عربي باش تشري الحار توا. قدا الربطة لهنا؟ دينار. كيفاش كيفاش؟ اجا بحذايا وغني اجا بحذايا اجا بحذايا هاو الحار شبيه؟ عندنا الحاري ناحي الدمار وعند اي بابا هذه حذاك بابا عندنا الحاري ناحي الدمار وعندنا الحلول اللي ناويين يجوا وعندنا المسكي اللي يحب يرسكي طماطم صبره واللي يذوقها يبر وعندنا قارص ذهب خالص يالي سيبتك في الدار. كيفاش؟ كيفاش خويا؟ استنى لحظه بركه لحظه بركه هاني جيتك اي هاني جيتك. كيفاش؟ شنو احوالها السوق؟ شوف شوف امشي لك الحمد لله ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس احنا ربهم وفاتك الفلوس كلها ربهم كله صرفنا كل صرفنا فلوس لانتريت ما خلص انتريت سايس روحك رد بالك المراه ايش منا ايش منا اي سايس روحك يا حاجه ما يسالش اش قضيت لنا حاجه ولا مزيان والله قضيت شويه قضيه خضره خذ انا نحب الخضره تحب خضره صحه وبشفاء عيشك يرحم والديك زي محمد علي الله يبارك لك يعيشك 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اي اي ها ها عربي راهو نعذبهم انا الكادرات خذ لي خذ لي السلق والمعدنوس والحكايات هذيا هذيا من منين من ثانيه من مرناقه اي هذيا سلعه مرناقه شوفك تبارك الله ما شاء الله قديش بقديش ولا نبيع فيها على 400 فيها البركة على بعضه على بعضه أمانة يا خويا المعدنوس نبيع فيه على 300 المعدنوس ب 300 400 400 قال لك 400 دونك عربي احنا هكايا باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم التسوق والذوق في السوق الأسبوعية في سان جيرمان ولا الزهرة نتقابلوا غدوة بإذن الله في موعد متجدد وديما أنا نقول إن شاء الله ربي يجريها على سلاح إلى اللقاء.